ما أود فعله في هذا العرض هو إثبات واحدة من أكثر النتائج فائدة في الهندسة، وهي الزاوية المحيطية، وهي عبارة عن زاوية يقع رأسها على محيط الدائرة. هذه هي الزاوية المحيطية، سأسميها ساي، سأستخدم اسم ساي للزاوية المحيطية. والزوايا في العرض ساي أو الزاوية المحيطية تساوي بالضبط النصف مركز الزاوية التي تضم نفس القوس. لقد استخدمت العديد من الكلمات الجيدة، لكن أعتقد أنكم تدركون ما أقول. إذن هذه ساي وهذه زاوية محيطية، يقع رأسها على محيط الدائرة. وإذا رسمت شعاعين اللذان يأتيان من هذه الزاوية، أو الوترين اللذان يعرفان هذه الزاوية، فستتقاطع الدائرة من النهاية الأخرى. وإذا نظرت إلى الجزء من محيط الدائرة حيث تقع الدائرة داخله، هذا هو القوس الذي يضم بواسطة ساي. إنها جميعها كلمات ممتازة، لكن أعتقد أن الفكرة أن هذا عبارة عن القوس، عبارة عن القوس آرك الذي يضم آرك الذي يضم أي سبتندد بواسطة ساي، تلك الزاوية الموجودة هنا، ويقع الرأس على محيط الدائرة. الآن الزاوية المركزية هي الزاوية حيث يكون الرأس يكون الرأس واقعا على مركز الدائرة. فلنفترض أن هذه هنا، إنني أحاول أن أرسمها. هنا يقع مركز الدائرة، دعوني أرسم زاوية مركزية تضم هذا القوس نفسه. إنه يبدو كزاوية مركزية تضم نفس القوس. هكذا، دعونا نسميها هذه الزاوية هي ساي وهذه الزاوية هي ثيتا. وما سأقوم بإثباته في هذا العرض هو أن الساي دائما تساوي نصف ثيتا. فإذا أردت أن أقول لكم أن الساي تساوي 25 درجة، بالتالي ستعرفون بسرعة أن ثيتا يجب أن تساوي 50 درجة. أو إذا قلت لكم أن ثيتا قياسها 80 درجة، فسوف تعلمون مباشرة أن قياس ساي هو 40 درجة. دعونا نقوم بإثبات هذا. اسمحوا لي أن أمحو هذا، والمكان الجيد لنبدأ به أو المكان الذي سأبدأ به عبارة عن حالة خاصة. سوف أرسم زاوية محيطية، لكن واحدا من الأوتار التي تعرفها سيكون قطر الدائرة. هذه لن تكون الحالة العامة، بل ستكون حالة خاصة. دعوني أرى، هذا هو مركز الدائرة، أحاول أن أعينه. المركز يبدو هكذا، دعوني أرسم قطرا. إذن القطر يبدو هكذا، ثم دعوني أعرف الزاوية المحيطية. هذا القطر يعتبر واحدا من الأضلاع، ثم الضلع الآخر ربما يبدو هكذا، دعوني أسمي هذه ساي. إذا كانت هذه ساي، هذا الطول عبارة عن نصف القطر، هذا هو نصف القطر الدائرة R، ثم هذا الطول سيكون نصف قطر الدائرة الذي ينتقل من مركز المحيط. المحيط معرف بجميع النقاط التي بعدها يساوي بعد نصف القطر عن المركز، إذن هذا أيضا نصف قطر R. الآن هذا المثلث متساوي الساقين، لديه ضلعين متساويين، ضلعين متساويين. نحن نعلم أنه عندما يكون لدينا ضلعين متساويين، زوايا القاعدة فيهما تكون متساوية. إذن هذه أيضا مساوية لساي،
وربما أنك لن تدركها لأنها مائلة هكذا، لكن أعتقد أن العديد منا عندما نرى مثلث يبدو هكذا. وإذا افترضنا أن هذا R وهذان الضلعان متساويان، وإذا كانت هذه ساي، فستعرف أن هذه الزاوية هي أيضا ساي. زوايا القاعدة المتساوية في المثلث متساوي الساقين، إذن هذه ساي وتلك أيضا ساي. الآن دعوني أنظر إلى الزاوية المركزية. هذه الزاوية المركزية والتي تضم نفس القوس، دعونا نظلل القوس اللذان تضمانه، هذا هو، هذه هي الزاوية المركزية I ثيتا. الآن إذا كانت هذه الزاوية ثيتا، فما ستكون هذه الزاوية؟ هذه الزاوية، حسنا، هذه الزاوية مكملة لثيتا، أي قياسها 180 ناقص ثيتا. عندما تجمع هاتان الزاويتان ستحصل على 180 درجة وتكونان على خط واحد، إنهما مكملتان لبعضهما البعض. الآن نحن نعلم أيضا أن هذه الزوايا الثلاث تقع داخل المثلث نفسه، إذن مجموعهما يجب أن يكون أيضا 180 درجة، فنحصل على ساي، هذه ساي زائد تلك ساي، ثم هذه الزاوية تساوي زائد 180 ناقص ثيتا. هذه الزوايا الثلاث يجب أن يكون مجموعهما 180 درجة، إنهما زوايا المثلث الثلاث. الآن يمكننا أن نطرح 180 من كلا الطرفين. ساي زائد ساي تساوي 2 ساي ناقص ثيتا وتساوي 0. نجمع ثيتا لكلا الطرفين فنحصل على 2 ساي تساوي ثيتا. نضرب كلا الطرفين بنصف أو نقسم كلا الطرفين على 2 فنحصل على ساي تساوي نصف ثيتا. إذن لقد قمنا بإثبات ما أردنا إثباته للحالة الخاصة، حيث أن الزاوية المحيطية معرفة، وحيث أن واحدا من الأشعة، إذا أردنا أن نعتبر هذه الخطوط كأشعة، حيث أن واحدا من الأشعة التي تعرف هذه الزاوية المحيطية تكون على طول القطر، يشكل القطر جزء من ذاك الشعاع. إذن هذه حالة خاصة حيث أن زاوية واحدة تقع على القطر، وبالطبع يمكننا تعميم هذا. والآن حيث أننا نعلم أنه إذا كانت هذه 50 فهذه ستكون 100 درجة، أليس كذلك؟ ومهما كان قياس ساي أو مهما كان قياس ثيتا ستكون ساي نصف ذلك، أو مهما كان قياس ساي ثيتا ستكون 2 ضرب ذلك، ويتم تطبيق هذا في أي وقت. يمكننا استخدام هذه النظرية في أي وقت باستخدام إذن يمكننا استخدام هذه النظرية في أي وقت باستخدام تلك النتيجة. سنحصل على، يمكننا الآن أن نعممها قليلا، رغم أن هذا لا يطبق على جميع الزوايا المحيطية. دعونا نرسم زاوية محيطية تبدو هكذا. إذن دعونا نرسم زاوية محيطية تبدو هكذا. إذن هذه الحالة المركز يمكن أن تعتبره داخل الدائرة. هذه هي الزاوية المحيطية، وأريد أن أجد علاقة بين هذه الزاوية المحيطية والزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. هذه هي الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. حسنا، ربما ستقول أن لا شيء من هذه النهايات أو هذه الأوتار يعرف الزاوية، ولا أي واحد منهم يعبر القطر، لكن ما يمكن فعله هو أنه يمكن أن نرسم قطر. إذا كان المركز يقع خلال هذان الوتران يمكننا أن نرسم قطر، يمكن أن نرسم قطر يبدو هكذا.
إذا قمنا برسم قطر يبدو هكذا، إذا عرفنا هذه الزاوية لتكون ساي واحد وهذه الزاوية ساي اثنان، بكل وضوح فإن ساي تساوي مجموعتان الزاويتان، ونسمي هذه الزاوية ثيتا واحد وهذه ثيتا اثنان. سنعرف هذا مباشرة باستخدام النتيجة التي حصلت عليها، بما أن لدينا ضلع واحد من الزوايا بكلا الحالتين وهو القطر. الآن نعلم أن ساي واحد تساوي نصف ثيتا واحد، ونعلم أن ساي اثنان تساوي نصف ثيتا اثنان. إذن ساي اثنان تساوي نصف ثيتا اثنان، إذن ساي وهي ساي واحد زائد ساي اثنان، ساي واحد زائد ساي اثنان سيساوي هاتان، يساوي نصف ثيتا واحد زائد نصف ثيتا اثنان. الزاوية المحيطية الأولى ساي واحد زائد ساي اثنان التي نريد التعامل معها، هذه ساي وهذه تساوي نصف ضرب ثيتا واحد زائد ثيتا اثنان. ما مجموع ثيتا واحد زائد ثيتا اثنان؟ هذا يساوي ثيتا الأصلية التي كنا نتعامل معها، والآن نرى أن ساي تساوي نصف ثيتا. لقد قمنا الآن بإثباتها بحالة أكثر عمومية، حيث يقع المركز داخل الشعاعين اللذان الشعاعان اللذان يعرفان تلك الزاوية. الآن لم نقم بعد بتعريف حالة أصعب بقليل أو حالة أكثر عمومية، حيث إذا كان هذا مركز، إذا كان هذا مركز دائرة ولدي زاوية محيطية والمركز لا يقع داخل الوتران، دعوني أرسم ذلك، هذا سيكون الرأس وسأبدل الألوان، دعونا نفترض أن هذا واحدا من الأوتار التي تعرف الزاوية هكذا، ولنفترض أن هذا الوتر الآخر الذي يعرف الزاوية هكذا. كيف يمكن أن نجد العلاقة بين دعونا نسمي هذه الزاوية، دعونا نسميها ساي واحد، كيف نجد العلاقة بين ساي واحد والزاوية المركزية التي تضم نفس القوس هذا؟ عندما أتحدث عن نفس القوس هذا الموجود هنا، إذن الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس ستبدو هكذا، دعونا نسميها ثيتا واحد. ما يمكن فعله هو أن نستخدم ما تعلمناه عندما يكون ضلع من الزاوية المحيطية هو القطر، دعونا ننشئ ذلك، دعوني أرسم قطرا هنا. النتيجة التي نريدها يجب أن تكون نصف هذا، لكن دعونا نثبت، دعونا نرسم قطرا هكذا. دعوني أسمي هذه الزاوية هنا، أسميها ساي اثنان، ساي اثنان. وهي تضم هذا القوس، دعوني أرسمه بلون داكن ربما حتى أميزه، تضم هذا القوس. إذن الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس دعوني أسميها ثيتا اثنان. الآن نحن نعلم من الجزء الأول من العرض أن ساي اثنان يساوي، ساي اثنان يساوي نصف ثيتا اثنان، صحيح؟ إنهما يتشاركان القطر يقع هنا، يعتبر القطر واحدا من الأوتار التي تشكل الزاوية. إذن ساي اثنان تساوي نصف ثيتا اثنان،
نصف ثيتا 2. هذا بالضبط ما كنا نفعله في العرض الأخير، صحيح؟ هذه زاوية محيطية، واحدة من الأوتار التي تعرف الزاوية يقع على القطر، وهذا يساوي نصف هذه الزاوية أي الزاوية المركزية التي تضم نفس الوتر. الآن دعونا ننظر إلى هذه الزاوية الأكبر، هذه الزاوية الأكبر ساي 1 زائد ساي 2، صحيح؟ الزاوية الأكبر هي ساي 1 زائد ساي 2. مرة أخرى، إنها تضم هذا القوس بأكمله وفيه القطر يبدو كواحدة من الأوتار التي تعرف هذه الزاوية الضخمة. هذا سيساوي نصف الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. نحن نستخدم ما قمنا بتوضيحه في هذا العرض. إذن هذه تساوي نصف هذه الزاوية الضخمة ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد ثيتا 2. لقد استخدمنا كل شيء قد تعلمناه في بداية العرض. الآن نحن بالفعل نعلم أن ساي 2 تساوي نصف ثيتا 2. دعوني أفعل هذا التعويض، هذا يساوي ذاك، فيمكن أن نقول أن ساي 1 زائد، وبدلا من ساي 2 هنا زائد، وبدلا من ساي 2 نكتب نصف ثيتا 2 تساوي نصف ثيتا 1 زائد نصف ثيتا 2. يمكننا أن نطرح نصف ثيتا 2 من كلا الطرفين ونحصل على النتيجة، وهي ساي 1 تساوي نصف ثيتا 1. والآن انتهينا. لقد قمنا بإثبات الحالة التي تكون فيها الزاوية المحيطية عبارة عن نصف الزاوية المركزية التي تضم نفس القوس. بغض النظر عما إذا كان مركز الدائرة يقع داخل الزاوية أو خارج الزاوية، أو إذا كان لدينا قطر على ضلع واحد، وأي زاوية أخرى يمكن أن تكون عبارة عن مجموع أي واحدة أو جميع ما قمنا بفعله. إذن أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيدا، والآن يمكنكم الاعتماد على هذه النتيجة حتى تقوموا بعمل المزيد من الإثباتات الهندسية.